عبد الوهاب البلبيسي من معسكر جباليا. أنا مرافق في مستشفى العريش مع أخويا أحمد البلبيسي، تم استهدافه في سيارته الخاصة مدنية، سواق خطه بيشتغل، حب يعمل حالة إنسانية مع حريم كبار في السن، نزلهم عند مفترق زمه عندنا في جباليا. بعد هيك ما شافش شيء، السيارة انقصفت، كل اللي معاه أشلاء ونجيب عجوبة من السيارة، وتم نقله في سيارة مدنية من مكان اللي تصابوا فيه لمستشفى الشفاء، وتم التعامل معه في مستشفى الشفاء، والكل بيعرف أنه مستشفى الشفاء فيش إمكانيات كاملة لإعانة مصابين بالشكل هذا والمجازر هذه. ومن ثم بعد هيك نقلناه من الشفاء للمستشفى الأندونيسي، وصاروا يتعاملوا معه هناك، حجزوا لنا لمصر تلقى العلاج بالخارج، والحمد لله وصلنا مصر. وصلنا مع بر رفح، أنا وقام طاقم الإسعاف الطبي خدمتنا وما قصروش جماعة معنا في أي شيء، كمان يعني خدمة صحية فوق ما تتصور، استقبلونا بكل احترام بكل رحب، خدمة طبية كاملة، تمريض أطباء، خدمة المواطنين، يعني فوق ما تتصور، يعني يحسسوك أنك في بلدك وبزيادة. أنا فوق ما العالم كله بتصوره، استهداف سيارات الإسعاف، استهداف سيارات المدنية، استهداف المدنيين اللي ماشيين في الشوارع من شارع من دوار 17 في الشيخ عجلين لوادي غزة، المصابين والشهداء والجرحى بيناجدوا مناجاة ما حدش قادر يصل لهم. شفتوا قصف الدفاع المدني اثناء ما كنت متواجد في مستشفى الشفاء، وبعدي فيش في لحظات تم استهداف مستشفى المعمداني، مجازر مدنيين لا يوصف، يعني ما حدش بتخيل يشوف اطفال، ايش الطفل بده يسوي، ايش الطفل بيضرب صاروخ ولا تقدرش توصف الشعور هذا بالنسبه للي شفناه احنا في الحرب يعني، ومع الاطفال الصغار، بيوت مدنيه باللي فيها، تلاقي البيت فيه 10 انفار، بيجي نازح عندك اثنين بتلاقيهم 50 60 نفر، كل هذا بينزل بسكانه، ايش ذنبهم الاطفال هذول؟ هل هم بشكل خطر؟ ايش تشكيل خطر على اليهود ولا على هم، يا دوبهم لاقيين ياكلوا عشان يشكلوا خطر على حال على اي منظمه ولا اي دوله ولا اي حاجه.